اسمي رشيد اليزامي، انا من مواليد مدينه فاس. من قلب العاصمة الروحية والعلمية للمغرب، فاس. ولد العالم رشيد اليزامي من عائلة محافظة مكونة من 7 إخوة. كان أبوه يشتغل مقاولا، بينما أمه كانت تشتغل كمديرة مدرسة للتطريز المغربي. وعند بلوغه 10 سنوات بدأ يهتم بالعلم، وبالضبط علوم الكيمياء. وفي ذلك الوقت كان الاستعمار الفرنسي مسيطر على الدولة المغربية، حيث أن جل الأساتذة في ذلك الوقت كانوا فرنسيين. وكان هنالك أستاذ فرنسي اسمه سونياك، كان متيقن أن رشيد اليزامي سيصبح عالم في المستقبل. شافيا قال لي أنت رشيد ستكون عالم في الكيماويات في السنة. ظلت هذه العبارة راسخة في ذهن رشيد اليزامي، زادته إيمانا وتفاؤلا، وزادته مسؤولية أيضا. البروفيسور رشيد اليزامي. رشيد اليزامي عالم ومخترع مغربي، ولد سنة 1953 بمدينة فاس. تلقى تعليمه الثانوي في ثانوية مولاي رشيد ومولاي إدريس. وفي سنة 1971 نال رشيد اليزامي شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية. وبعدها قرر أن يكمل دراسته الجامعية، وفي ذلك الوقت كانت توجد جامعة واحدة في المغرب، وهي جامعة محمد الخامس بالرباط. فانتقل إلى مدينة الرباط لإكمال دراسته الجامعية. بعد سنة فقط لالتحاقه بجامعة محمد الخامس جاءته فرصة من ثانوية التحضير بمدينة غوان الفرنسية. فالتحق رشيد اليزامي بالأقسام التحضيرية فدرس فيها 3 سنوات. وبعدها التحق بمدرسة المهندسين في غرنوبل بعدما اجتاز امتحان الولوج إليها بنجاح. واختار تخصص إلكتروشيمي تسمى الكيماوية الكهربائية، وبعد 3 سنوات تخرج كمهندس. وبعد تخرجه كمهندس دولة كان لديه اختيارين، إما العودة للمغرب أو إكمال درجة الدكتوراه في فرنسا. فقرر أن يكمل درجة الدكتوراه بعدما حصل على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية.
وبدأ رشيد اليزامي بالاشتغال على أطروحته. وكانت أول تجربة قام بها رشيد اليزامي هي دمج الليتيوم بالجرافيت وجعله القطب السالب لبطارية الليتيوم، وهي التجربة التي غيرت حياة رشيد اليزامي. في أواخر السبعينيات كانت توجد بطارية واحدة قابلة للشحن، وهي بطارية النيكل كادميوم، وهي البطارية التي نجدها في بعض الأجهزة مثل آلة الحلاقة وبعض ألعاب الأطفال. والبطاريات الأخرى الموجودة غير قابلة للشحن، تستعمل مرة واحدة وبعد ذلك ترمى. ومن بينها بطارية الليتيوم. ومن مميزاتها أنها خفيفة الوزن، وأنها يمكن أن تعطي أكثر من بطارية نيكل كادميوم، أي بعبارة أخرى مدة الطاقة فيها تبقى لمدة طويلة. على سبيل المثال، البطاريات الموجودة في أجهزة التحكم والموجودة في بعض الساعات تبقى مدة الطاقة فيها أكثر من بطارية آلة الحلاقة التي تشتغل ببطارية نيكل كادميوم. وتعتبر هذه ميزة ممتازة، لكن الشيء السيء هنا أنها غير قابلة للشحن، تستعمل مرة واحدة ومن بعدها ترمى. هنا فكر الدكتور رشيد اليزامي بجعل بطارية الليتيوم تكون قابلة للشحن. والمشكل الكبير أن لما نشحن بطارية الليتيوم، القطب السالب لا يسمح للليتيوم أن يندمج معه، وهذا هو المشكل الكبير الذي حير العلماء في أواخر الثمانينيات. هنا فكر الدكتور رشيد اليزامي بتجربة أخرى، وهي دمج الليتيوم بالجرافيت. واكتشف الدكتور رشيد اليزامي بعد تجربة دمج الجرافيت بالليتيوم أنه تظهر مادة تندمج معهم، مما يجعل الجرافيت ينتفخ. إذن الأمر بات مستحيل. ومن هنا استعمل الدكتور رشيد اليزامي مادة تفصل أو تمنع دمج تلك المادة مع الجرافيت، ومن بعد ما تم دمج الليتيوم مع الجرافيت يصبح لون الجرافيت ذهبي. هنا فهم الدكتور رشيد اليزامي أن التجربة نجحت. وفي نفس السنة كان هناك دكتور أمريكي يدعى جون جوديناف قد اخترع قطب الموجب لبطارية الليتيوم. وتم دمج كل من اختراعي رشيد اليزامي وجون جوديناف للحصول على بطارية قابلة للشحن. وهكذا أصبح رشيد اليزامي عالم مغربي وعربي ومسلم، وليس هذا فقط، فبحوزته 160 اختراعا. والآن يشتغل رشيد اليزامي على أكبر مشروع يمكن الوصول إليه. وهو اختراع شاحنا يمكن من شحن بطارية السيارات الكهربائية في أقل من 10 دقائق، مع ضمان السير
لمسافة تتراوح بين 300 و500 كيلومتر دون التوقف. وطبعا هذا عمل ومشروع ضخم جدا للعالم المغربي راشيد اليزامي. وبعيدا عن الاختراعات، راشيد اليزامي يعشق الرياضة وخصوصا رياضة كرة القدم، ويحب المشي لساعات، كما أنه يحب قراءة وكتابة الشعر.